وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ جورج صفوت المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس. أستاذ جورج، بعد التحية، يعني احترافية كبيرة أظهرتها هيئة قناة السويس في التعامل مع السفينة الجانحة، وفي وقت قياسي ووجيز استطاعت أن تعويم هذه السفينة. الرسالة الهامة التي ترسل بها هيئة قناة السويس إلى العالم في التعامل مع مثل هذه الأزمات الطارئة. بشكر حضرتك يمكن على المقدمة. كما جاء في مقدمة حضرتك، الجاهزية هي الرسالة الأبرز في هذا الموقف ككل. الموقف ككل هو حادث جنوح عادي بيحدث في أي مجرى ملاحي في العالم. جنحت ناقلة النفط أفينيتي تحديدا في علامة الكيلومتر 141. الجنوح كان سببه الرئيسي هو توقف عمل الدفة الخاصة بالسفينة، وبالتالي حدوث شلل تام في أنظمة توجيه السفينة نتج عنه انحراف السفينة عن مسارها وجنوحها داخل قناة السويس. تعاطي قناة سويس مع هذا الموقف هو اللي بيرسل رسالة للمجتمع الملاحي الدولي على قدرة القناة على التعامل مع أي موقف طارئ. إدارة هيئة قناة سويس برئاسة معالي الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة اللي اتعاملت مع الموقف ده في دقائق معدودة، بدأت يمكن فور تلقي البلاغ الساعة 7:15 مساء وقت جنوح ناقلة النفط في علامة الكيلومتر 141. عقب هذا الجنوح على الفور اتحركت 5 قطارات بحرية مصحوبة أو مدعومة بفريق الإنقاذ التابع لهيئة قناة السويس لموقع الحادث. كان في تقدير للموقف سريع، وتم إقرار خطة الإنقاذ أو التعويم اللي بدأت على الفور بعد جنوح السفينة. قدرنا نعوم السفينة بشكل كامل خلال 5 ساعات فقط، حافظنا على سلامة السفينة وبدن السفينة، خصوصا أنه حمولة هذه السفينة من النفط كانت ممكن تسبب مشكلة في حال تسربها لقناة السويس. ولكن تبقى الاحترافية ومستويات الدقة العالية اللي بيقدمها أبطال القناة في كل موقف، وبتؤكد عليها دوما القيادة السياسية وإدارة هيئة قناة السويس، مستويات الجاهزية والاستعداد العالي للتعامل مع الموقف الطارئ هي اللي أثمرت عن نجاح الهيئة في تعويم السفينة خلال 5 ساعات فقط. تم فتح المجرى الملاحي مرة أخرى واستعادة حركة الملاحة بصورة طبيعية تماما عقب التعويم، وأبحرت السفينة بمساعدة الأطراف التابعة لهيئة قناة السويس إلى الغاطس الجنوبي أو منطقة الانتظار الجنوبية في القناة. أيضا النهاردة حركة الملاحة بتسير بصورة طبيعية تماما في قناة السويس. استقبلنا 57 سفينة من كلا الاتجاهين. حمولات السفن اللي عبرت في القناة النهاردة وصلت إلى 3.4 مليون طن. نعم. رسالة أخرى أيضا على قدرة القناة على التعامل بشكل يمكن ثوري وحاسم وبصورة مرنة جدا مع مختلف التحديات التي قد تواجه حركة الملاحة في قناة السويس بسبب أي موقف طارئ. نعم، يمكن الحادث السابق وهو الأشهر للسفينة الجانحة إيفر جيفن كان هو الأبرز والأكبر في العام السابق، وأشاد العالم كله بالتعامل المصري وتعامل هيئة قناة السويس مع هذه الأزمة. هل يعني الرسالة الأهم الآن أن مصر قادرة بالفعل على التعامل مع أي أزمات من هذه النوعية في الفترة القادمة، وخاصة وجود إمكانات كبيرة وفرتها أو أظهرتها قناة السويس في التعامل مع هذا الحادث الذي ممكن أن نصنفه أنه حادث بسيط؟ صحيح، يمكن زي ما قلت لحضرتك بالضبط، الرسالة الأبرز اللي بتؤكد عليها دوما الإدارة الوطنية لهيئة قناة السويس هي قدرة القناة على التعامل مع أي تحدي مهما كانت خطورته ومهما كان حجمه. شفنا السفينة إيفر جيفن يمكن في عام 2021 وقدرات وإمكانات هيئة قناة السويس في إنجاز هذا، يمكن الحدث اللي صنفه كتير من خبراء النقل البحري على أنه شيء مستحيل أنه يتم تعويم سفينة بهذا الحجم في وقت قياسي. تؤكد مرة أخرى في وقعة مختلفة تماما قناة السويس على الارتقاء بمعدلات الجاهزية والاستعداد. نعم. ننفذ مناورة التعويم في وقت وجيز ونستعيد حركة الملاحة بمنتهى السهولة واليسر، شيء يؤكد ويرسل رسالة مباشرة للمجتمع الملاحي الدولي قابلية القناة وقدرتها المطلقة على تأكيد ريادتها دوليا لعقود وعقود قادمة بإذن بالطبع. الله على صعيد حركة التجارة العالمية. بالطبع، وهذه رسالة هامة في هذا التوقيت الحي الذي يمر به العالم من أزمات اقتصادية. فبالتالي هيئة قناة السويس تعلن مرة أخرى عن نفسها وعن دورها الهام وقدراتها وإمكاناتها. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ جورج صفوت المتحدث الرسمي لهيئة قناة السويس، شكرا جزيلا لك.